فقط صباح فرحان بالجود فايبس حيت غادي في لي زوبجيكتيف ديالي. غسلت وجهي باش ضرب النفيقه ومن بعد لبست الورك اوت كلوز باش نمشي نتريني هي الاولى. شديت الطريق على الصباح مع السان رايز وملي وصلت لاصال اول حاجه درت 30 دقائق ديال جامب روب ومن بعد درت واحد ساعه ديال فول بودي ورك اوت حيت اليوم كانت عندي لينيرجي وضروري كملت الورك اوت بشي شطيحه ولكن بانت ليا الجلده ديالي ناشفه حيت دوزت بزاف الوقت تحت الشمس وما كانت ادراتاج. المهم ضروري خصني نلقى ليها شي حل. دونك ملي رجعت للدار جلست وبقيت كنفكر حتى بان ليا البوم سيغافي اللي على قبل الجلده ناشفه دونك ضروري تهزيد باش نابليكيها. هاد لا كريم فيها لاسيد هيالورونيك اللي كتعاون تخلي الجلده ايدراتي وزائدا تقدر ديرها في البودي وتا في وجهك. المهم داكشي اللي كان خاصني دابا نقدر نرتاح. او شوف ما تزابتش.